غادي نعطيك دابا نعطيك دجاج ولا كرواسان اقتصاديه واخا ناخذهم بجوج. اييه غادي نعطيك هاد الدجاج كنديرو كيجي رائع. وتحيه العزيزه من العائله ديالي راه كديرو كيجي زوين. كناخذو الدجاج ديالنا من بعد ما كنغسلوه ونقطعوه الطريفات كنعزلو الفخيرات وجناح بوحدهم كنحطوهم في واحد الاناء وكنوجدو في الشرموله ديالو. كنديرو عصير ديال الحامض باش ما كثرنا هاد الشرموله كيجي لذيذ. ما يمكنش نعطيها المقادير لان هي شرموله جديده. كنديروا عصير ديال الحامض وكنديروا اليازير كنديروا الزعتر كنديروا تقريبا واحد جوج حبات القرنفل اللي ما كنكثروش كنديروا ورقه ديال موسى كنديروا الملحه والبزار والصوجة والزيت البلديه وواحد القرطه ديال الربيع مربط كنخلطوها وكنخشيو معاهم. كنشدو هاد الدجاج ديالنا كنمرمدوه مزيان في هاد الخليط وكنخليوه ليله كامله. ضروري بات هاد الدجاج باش ما كيبات كيجي لذيذ. اييه القرنفل حبات نضيفوهم غير صينين ياك؟ نحوهم غير صينين واخا. صينين. غادي كنجيبو المول ديالنا ديال الدجاج خصو ضروري يكون ديال الدجاج كيجي فيه طيب زوين. كنجيبو المول ديالنا كنجيبو البصله كنديرو هذا هو الرقاق. واخا. كناخدو داك الدجاج ديالنا كنستفوه في المول ديالنا وكنزيدو واحد جوج ورق ديال الموسى وكنجيبو الفلفله الحلوه والحمراء والخضراء الالوان كتعطي منظر فيه زوين. كنقطعوها غير مكعبات صغار. كنلحوهم عليه وكنديرو مصير واحد المصيره كنقطعوها كلها كنلحوها عليه وكنديرو مزاود ضروري مزيودات. المزيودات كيعطي واحد اللذه مع هاد الفلفله كيجي بنين وكنزيد واحد شويه الزيت البلديه من الفوق وكندخلو الفران والصحه والراحه. اييه كيجي لذيذ ونرافقو مع الخضره ديالنا وبصحتكم. اهلا وسهل دغيا وجد وسهل وما نقولش لك المذاق ديالو كيجي هذا ما فيه شك.